Date of birth, Friday, thirty-first of December, nineteen thirty-seven. You're living with your daughter at the moment. Yes, until she goes to live in Paris. <laughs> Paris, they don't even speak English there. Dad, I'd like you to meet Laura. How ah, do you do, sir? I say you're gorgeous. Say so he's charming. Yeah, not always. Everything all right? Who are you, Anthony? It's me, Paul. I don't need her or anyone else. I can manage very well on my own. Laura has come round to help you. Where's Anne? Sorry? Anne, where is he? I'm here. What is this nonsense? Don't worry. Everything will sort itself out. I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up. What are you talking about, Dad? This really is my flat. Isn't it? Why do you keep looking as if there's something wrong? Everything is fine. Oh, I'm so sorry about this. Why? She understands perfectly. There's something funny going on. I'm not leaving my flat! I am not leaving my flat! Everything will be all right. I promise you. ازيكم يا جماعة عاملين ايه ورجعنا لكم النهاردة مع فيلم جديد لسه نازل النهاردة على شبكات الفيديو اون ديماند اسمه ذا فازر الفيلم بطولة انتوني هوبكنز واوليفيا كولمان واوليفيا ويليامز وكتابة واخراج فلوريان زيلر الفيلم قصته مأخوذة من احداث مسرحية نزلت سنة 2012 باسم لوبيا للكاتب اللي هو اخرج الفيلم برضو فلوريان زيلر الفيلم اتعرض في مهرجان السان دانس يوم 27 يناير عشرين وكان هينزل في السينمات بعد كده لكن بسبب المشكله اللي كان بيواجهها العالم سنه عشرين الفيلم اتاجل لحد ما نزل لخدمات الفيديو اون النهارده الفيلم بدايته بيحكي عن ان وهي راحت تزور والدها وهو كبير في السن بعد ما عرفت انه هو بيعامل المسؤول عن رعايته بعنف ووالدها بيعاني من الديمنشيا اللي هو مرض عقلي اللي هو بيصيبه بيعاني مشاكل في الذاكرة فهي بقت محتارة تعمل ايه وخصوصا ان هي جابت له ناس كتيرة علشان يرعوه في البيت فهي بلغته لو فضل على الموضوع ده كتير وفضل يعامل الناس اللي بتجيبهم علشان يرعوه بعنف هتبتدي تاخد اجراء تاني وتبتدي احداث الفيلم واقول بالنسبه لرايي في الفيلم ده يعتبر تاني فيلم برده اشوفه بعد ذا فيلم ذا بوبس اللي هو بطوله انتوني هوبكنز برضو في الفتره الاخيره وانا بتفرج على فيلم فازر صراحه جاتلي احاسيس كتيره احاسيس زي الرعب والخوف والوحدة والفيلم الصراحة نجح ان هو يصور الاحاسيس دي كلها لمريض الدمنشا او اللي عنده مشاكل في الذاكرة طبعا في افلام قبل كده صورت المرض ده وبطريقة كوميدية وكانت حلوة برضو بس يعتبر الفيلم ده جامد وواخد الموضوع جد وهو فعلا الموضوع كده زي ما قلت في الاول ان الفيلم متاخد من مسرحيه اتعملت قبل كده وده يفسر ان اماكن التصوير بتاعت الفيلم حوالي تقريبا مكانين او ثلاثه مش اكتر تمام علشان المسرحيه نادرا لما بيبقى فيها اماكن كتيره تاني حاجه بالنسبه للتمثيل ففي اللي هي اوليفيا كولمان الصراحه آه تمثيلها فوق الرائع بكل اللي صورته ان هي بنت الراجل اللي هي المحتاره اللي مش عارفه تساعد والدها ازاي والكلام ده كله الصراع اللي جواها فلا نجحت بطريقه باهره جدا وطريقه رائعه في ان هي توصل لنا الموضوع ده نيجي بقى للمعلم الكبير اللي هو البطل اللي هو انتوني هوبكنز طبعا بالنسبة للتمثيل بتاعه لو عايز اختصر الموضوع واقول الراجل ده لو كسب الاوسكار هما كده بيهنوه تمام هو اداؤه في التمثيل عدى مستوى الاوسكار، الاوسكار ده احنا عارفين بسبب الحاجات من السنين الاخيره اللي شفناها من كذا حفله الاخيره شفناها الصراحه بقى حفله كفته بمعنى ايه؟ مع احترامي للكفته انا بحب الكفته اساسا، يعني بقى تقريبا حفله مسيسه افلام غريبه هي اللي بتكسب والمفروض الافلام اللي بتستحق هي اللي بت يعني بتتوارى في الظل يعني وما بتظهرش خالص. فانا شايف ان بتاع ده لا هو معدي الكلام ده بكتير وأداؤه هو راجل مدرسة تمام فتمثيله فوق الرائع فمش هتيجي جايزة زي اللي اسمها أوسكار وهي اللي هتحدد وتقول إن الصراحة إن أنتوني هوبكنز نجح في الفيلم أو فشل دي حاجة بالنسبة للموسيقى التصويرية في الفيلم جميلة قوي واستخدام آلة الكمانجا في بعض المواقف وخصوصا المواقف اللي بيبقى فيها توتر تمام علشان تزيد توتر اللي بيتفرج اكتر الصراحة كانت حيلة كويسة بالنسبة لمدة الفيلم مدة الفيلم حوالي ساعة ونص او اقل شوية تمام وصراحة عدت كأنها وقت قصير خالص الفيلم جميل التمثيل فوق الرائع القصة جميلة وفعلا مخرج نجح انه ينقل رعب وخطورة المرض ده للمشاهد تقديري لفيلم ذا فازر هو عشرة من عشرة واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات عجبهم ليه ايه السبب واللي اتفرجوا ما عجبهمش ياريت برضو يقولوا ايه السبب علشان نتناقش مع بعض وسلام